أحمد بلغازي الأمين العام لحزب الشور الاستقلال على إثر هذا المصاب الجلال الذي ودعنا فيه رجل وطني، رجل من عيار الثقيل، إنه رجل مقاومة، رجل فكر، رجل مواقف، سي سعيد أيتي الدرب. بهذه المناسبة نشهد له بحسن خلق وحسن المعاملة، رجل كما كان لازال له مواقف ثابتة وراسخة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم باسم حزب الشور الاستقلال إلى رفاقه في الحزب وإلى جميع المناضلين والمناضلات التابعين له بأحر التعازي والمواساة، داعين الله تعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه. إنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا.